مشاهدينا، وحول تداعيات استقالة الحلبي على مشهد الصراع بين الصدر والإطار، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. السلام عليكم سيد لبيد. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. بحسب مراقبين فإن الوضع السياسي في العراق ما زال ضبابيا والإطار لن يحسم الأمور بمفرده. هل حلت استقالة الحلبوسي الوضع برأيك أم أن الوضع لا زال ضبابيا وغير واضح؟ رحيم، استقالة الحلبوسي لم تحل الوضع قطعا بشكل نهائي، لكن أقل ضبابية، لأن استقالة الحلبوسي جاءت على خلفية اجتماع قادته قوى شيعية وكردية وسنية بارزة، وكان هذا الاجتماع يوم الأحد الماضي، وكان الهدف من الاجتماع لبحث أجندة تشكيل حكومة توافقية. نعم، والحلبوسي كان من بين الموقعين على هذه الأجندة، وبعد وفي اليوم التالي أعلن الحلبوسي استقالته. فمعنى هذا أن الحلبوسي لا يريد أن يبتعد عن المشهد السياسي التوافقي، فهذه الأجندة كما نوهنا هي أجندة تشير إلى أن الأمور متجهة باتجاه العودة إلى التوافقية القائمة على مبدأ المحاصصة وتقاسم الكعكة السياسية فيما بين القوى السياسية. فهو يريد أن من استقالته على الأرجح وكما يرجح معظم المراقبين أن يجري عملية استفتاء للقوى السياسية الحالية، لأن البرلمان مقاعده كما نعرف تغيرت بعد استقالة التيار 73. نعم. عضو من أعضاء التيار الصدري، تغيرت خارطة مقاعد البرلمان، وهناك أيضا محاولة أو إرادة يريد أن يثبت بأن حتى قوى الإطار التنسيقي ستتفاهم معها أو ستؤيد أو سترفض استقالته، ومن ثم يعود بأكثر قوة مما هو عليه الآن إلى رئاسة المجلس. طيب. ائتلاف المالكي يقول أن التيار الصدري لا يقبل بخطوة الحوار لحل المشكلات. هل بعد استقالة الحلبوسي التي قدمت اليوم والتصويت عليها في الغد يمكن أن يدخل الصدر في حوار وهو يقف وحده بعد تفكك التحالف الثلاثي؟ لا، من المستبعد جدا أن الصدر يعود إلى طاولة الحوار. يعني الصدر اختار المعارضة من خارج مجلس البرلمان ومن خارج العملية السياسية التي دائرة حاليا والتي تمر في حالة استعصاء، وهناك كلام عن أن حالة انفراج ربما تحدث في الأسابيع المقبلة. الصدر لم يكن يراهن على نفس طويل لشريكيه السني والكردي، إنما رهانه الأكبر كان على قوة التيار الصدري خصوصا في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الجنوب، والذي يمتاز بالطاعة العمياء لأوامر مقتدى الصدر. لذلك أنا أعتقد أن في حال صحت المعلومات والتنبؤات بحصول توافق على حكومة تسمى بحكومة إدارة الدولة، نعم، التي تضم معظم القوى وستعيد تدوير مبني على المحاصصة، في هذه الحالة أنا أعتقد التيار الصدري سينزل إلى الشارع بقوة وسيمارس معارضته بشكل أكثر مما شاهدناه أو شهدته العاصمة بغداد في السابق. هناك من يقول أن الحلبوسي تعلم الدرس من الصدر ويلعب اليوم بورقة الاستقالة في مباراة جديدة للمراوغة يلعبها الإطار وبطلها هذه المرة الحلبوسي. كيف تعلق على هذا الرأي؟ أنا لم أسمع السؤال جيدا، لكن هنا أنا فهمت منه أن التيار يعني يحاول أو الحلبوسي يناور بمباراة جديدة وهو بطل. نعم. لعبة بطلها ربما الإطار التنسيقي. نعم نعم. لا، أنا أعتقد يجب أن هناك فرق كبير بين التيار الصدري، توجهات التيار الصدري وتوجهات جماعة الحلبوسي، يعني والتحالف الذي يمثله الحلبوسي. نعم. إذا لنت
سيد لبيب التيار نعم ليست على المستوى ذلك المستوى الموضوع الذي تعكسه تصريحات مقتدى الصدر وتياره. خلاصة المشكلة مشكلة التيار الصدري هي مشكلة مع نوري المالكي وقيس الخزعلي، ونعرف دور هذه طيب سيد لبيد الصوت يتقطع اليوم. ماذا يعني أن يتحدث تحالف الفتح عن فتحه الحوار مع التيار الصدري لكن بعد تشكيل الحكومة؟ كيف تتوقع أن يكون رد فعل الصدر في ظل هذا التهميش والإقصاء فيما لو حدث؟ أنا أعتقد أن تحالف الفتح يشير إلى أنه سيضع الصدر أمام أمر واقع. يعني يبدو أن تحالف الفتح متفائل بمسألة تشكيل حكومة جديدة وترسيخ أركانها، وبعد ترسيخ أركان هذه الحكومة سيكون في أعلى أولوياتها أن تقوية الحشد الشعبي وتقوية جميع الميليشيات الموالية التي تنتمي إلى الإطار. وفي هذه الحالة ستحدث حالة اختلال توازن عسكري بين مجموع هذه الميليشيات متحدة وبين سرايا السلام. هذا هو الأمر الواقع الذي يأمل تحالف الفتح منه أن يحدث فتحة للحوار. أنا أعتقد التيار الصدري يدرك هذه المسألة ويدرك أنه في حال تشكلت حكومة ستقود الأمور إلى اختلال عسكري كبير بين سرايا السلام وبين الميليشيات. لذلك أنا أعتقد أن التيار الصدري سيحاول تعطيل كل وقطع الطرق على احتمال تشكيل حكومة توافقية من هذا النوع، وسينزل بقوة إلى الشارع خصوصا في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية التي يتمتع بها بثقة هناك. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.